في جوجل ترندز في مصر النهاردة كانت كلمة ويل سميث هي الأكثر بحثاً خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد زيارة النجم والفنان العالمي ويل سميث لمصر فجر اليوم برفقة أسرته. سميث قال في تصريحاته أنه هو ما كانش متصور أنه مصر بالجمال ده، وأبدأ سعادته أنه زار الأهرام. سميث كان معاه خلال جولته عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، اللي نقل تصريحات على لسان النجم العالمي بيقول فيها دي أحسن رحلة قمت بيها في حياتي.